بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في الأول أن أنا أرحب بكم جميعا وأوجه التحية لكل الحاضرين، خاصة الضيوف الأجانب اللي موجودين عندنا. أهلا بكم في مصر، سعداء بوجودكم معنا في اليوم دوت، وأيضا سعداء بتعاونكم من أجل دفع الصناعة في مصر. الحقيقة أنا هخلي كلمتي تنقسم لقسمين، قسم خاص بالواقع اللي احنا بنشوفه دلوقتي في المنطقة، والشق اللي هو الخاص بالصناعة. أنا يمكن أثناء الكلام قلت إن احنا مهتمين قوي بإن احنا يمكن في الأول، أنا قلت الكلام ده السنة اللي فاتت وبكرره، أنا في النهاية أنا في الأول في المرحلة اللي أنا فيها دي الهدف الأكبر هو ان انا الصناعه اللي تكافئ يعني تغطي احتياجات السوق المصري. وبالمناسبه لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار قيمه التصدير بتاعي، اقول لك طب مستلزمات الانتاج اللي فيهم كام بالدولار؟ لانك انت لو النهارده قلت لي انا مستلزمات الانتاج اللي فيهم بالدولار 30 مليار على سبيل المثال، يبقى العائد اللي تحقق بالنسبه لي من كل اللي احنا بنعمله ده 5 مليار دولار. انا بتكلم لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار، يبقى دول كلهم او نسبه كبيره جدا منهم بتتعمل داخل مصر، وده اللي ممكن تعمله الشركات او الصناعات الصغيره والمتوسطه. ده امر في منتهى الاهميه. اذا انا ببغي في المرحله الاولى ان البي طلبات السوق المصري من كل شيء، مش بس في الصناعه، من كل المنتجات وكل المطالب، ثم ان انا يكون المكون المحلي في أي صناعة بتتعمل بتزيد بشكل مستمر. مثال، إحنا مثلا عندنا صناعة السيارات من زمان قوي، من سنين طويلة فاتت، من الستينات يمكن وقبل كده. طب المكون المحلي فيهم قد إيه؟ تجد إن كل يعني المصنعين يقول لك أنا هعمل 45% 50%. أقول له طب ال 50% دول إيه؟ ألاقي الشركة دي زي الشركة دي زي الشركة دي بتعمل نفس النوع. طب انت ما تخليهم 25% بس يتكاملوا مع 20% اخرين من شركه تانية. يتكاملوا يعني ايه؟ يعني مش كلكم زي بعض بتعملوا مثلا الاكسسوارات بتاعه السيارات او التنجيد بتاعها او الصاج بتاعها، لا، حاجات اخرى تخش في صناعه السيارات. الكلام ده بينطبق على حاجات كتير. لو احنا قدرنا النهارده وجينا، ودي دور اتحاد الصناعات وايضا وزاره التجاره والصناعه، ان انا اقول له تعالى انت النهارده بتقول لي انا هعمل 45%، طيب والتاني هيعمل 50% والتالت 50%، بس هي حاجه واحده، ال 40 دول هم ال 40 دول هم ال 40 دول، طب والباقي ده؟ مهم قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا ازاي نعمله. واللي انا قلته في كل الصناعات، ان انا مستعد اخش اعمل المنشات المدنيه مهما كانت تكلفتها عشان اخلي رجال الصناعه يركزوا في المعدات اللي بيجيبوها عشان يحصل نقله كبيره في المسار اللي احنا بنتكلم فيه ده. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي قاله المهندس محمد وانا يعني اكدت عليه، في ان احنا اي مدارس في الخريطه، على الخريطه اللي انتوا عايزينها اللي بتغطي مناطق صناعيه معينه او صناعات معينه، مستعدين نعيد تخصيصها ونأهلها عشان تقوم بالدور ده وتبقى انتوا المسؤولين عنها زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي. النقطه الثالثه، انت قلت ان في اراضي ممكن تكون موجوده في المحافظات، وانا هفكر نفسي وافكر الدوله ان في اراضي اسمها الاراضي المسترده اللي كان عليها تعدي خلال السنين اللي فاتت، ودي موجودة في كل المحافظات وفي أماكن قد تكون داخل كتل سكانية يمكن، أو يعني عايز أقول حجم لا بأس به. أنا بتكلم على ملايين الأمتار. أنا بقول كده لينا كلنا كحكومة وكوزارات معنية بالموضوع، إن إحنا ننسق فيما بيننا عشان نبقى شايفين الأراضي ديت ونقول طب دي أراضي متاحة نعيد تخصيصها طبقا للقواعد والشروط يا دكتور مصطفى، للمستثمرين اللي راغبين ان هم يعملوا المصانع بتاعتهم الصغيره والمتوسطه في الموضوع. طيب هل الكلام ده ينطبق عليهم ايضا في ان انا ممكن اعمل لهم
منشآت مدنية؟ ممكن، أنا مستعد، بس أنتوا هتدوروا على آلية إزاي تتعمل ديت. أنا كل اللي بهدف منه حاجة واحدة، إن أنا أوفر عليه وقت وجهد وتمويل يمكن يكون مش متاح بالنسبة له عشان هو يعمل قفزة في المجال ده. فيما يخص أنت قلت المجلس التصديري أو مجلس الأعلى للصناعات، أنا عايز أقول لك على حاجة واللي بقولها لكل الناس اللي بتسمعني، العبرة مش بالمجالس، العبرة بالإرادة، إرادة الناس، إرادة الموظف اللي موجود في المكتب اللي مش عارف إنه هو لما بيوقف حال إجراء ده بيعود على إزاء كبير جدا لبلده، حتى هنا في المدارس اللي انتوا بتعملوها، حتى المدارس اللي بتعملوها. يا ترى بتدرسوا للطلبة ديت إن هو يبقى جزء من فهم إن هو كعامل ما يقبلش إنه يشتغل من غير إتقان أو من غير إدراك أو مش بكامل ساعات عمله، إن هو يقولك اديني مرتب زيادة وخلاص. علمتوهم الكلام ده، جهزتوهم وعلمتوهم إن هم لا، محدش يقول لي آه، محدش يعمل لي كده إن الموضوع آه، لا لا طبعا، وعي مظبوط. أنا وأنا في ال وأنا صغير بتعلم، كان ساعتها حرب الاستنزاف بتحصل، كان المدرسين وهم بيعلموني يقولوا الغلطة وخسائرها، الغلطة وخسائرها، الغلطة وخسائرها، عشان احنا نبقى متعلمين ما نغلطش عشان ما نخسرش. انا النهاردة عايز الطالب ده مش اعلمه انه يبقى ماهر فقط، لا انا عايز اعلمه انه يبقى مسؤول كمان، يبقى مسؤول معايا في المنشأة الصناعية اللي فيها دي، يبقى جزء ايجابي فيها، ما يبقاش كل هدفه ان انا اقول مرتبي فقط، لا مرتبي بالدور اللي هقوم بيه عشان انجح المنشاه ديت. ده كلام لازم تهتموا بيه، لان دي مشكله في بناء الشخصيه، في بناء الشخصيه بتاعتنا في مصر. والا ما كانش النهارده تبقى في شركات كتيره موجوده في البلد. الشركات ده انا بتكلم عن القطاع العام ما بتحققش ارباح، وناس تقول لك ادينا حوافز. لو هو مدرك كويس قوي ان انا بجيب له الحوافز دي من دم بلده، من دم بلده وبديها له عشان اسكته، ما كانش يعمل كده. كان يبقى همه ان هو وقاعد في المصنع اللي شغال فيه ازاي يشتغل، ولو ما اشتغلش يقول للمدير بتاعه انا ما بش شغال، شغال ليه. فانا بس عايز اقول النقطه دي، دي نقاط انا لما اخذ كلام بتاع مجالس رئاسيه ومجالس رئيس وزاره في للصناعه ولا للاستثمار ولا ده، الموضوع مش كده. الموضوع ان المسؤولين عن الموضوع من اول انا وانت نازل يكون مهتم ويشقى ويعذب نفسه عشان يعبر ببلده. مش الموضوع جينا المكتب الصبح دخلنا وقعدنا ساعتين ثلاثة أربعة وما عملناش حاجة، لا، هو ده اللي البلد هتطلع بيه قدام. الناس كلها بيقول لك احنا دخلنا قليل والاسعار غاليه، صحيح. انتوا فاكرين الدوله هتبقى دوله قويه وقادره بحكومه؟ لا لا لا، برئيس. لو انتوا فاكرين كده تبقى انتوا بتظلموا نفسكم وبتظلموا الفكره. البلد بتقوم باهلها، والقوي هي الدوله بشعبها، مش بحكومه ولا برئيس. الناس كل واحد في كل مكان بيحرص على كل قرش وكل جنيه عشان يوفروا لبلده، عشان بلده تطلع لقدام، عشان يبقى ليها مكان على الارض. ادي الكلام. لكن احنا مش نقعد نقول احنا بنعمل ده وبنعمل ده، ما لو احنا بنعمل ده وبنعمل ده وكده احنا بنعمله صح، طب ما حلنا كده ليه؟ حلنا كده ليه؟ الواحد يبقى صادق، يبقى صادق. دي مشكلة كبيرة. فكفاية كده، كفاية كده. النقطة الثانية كفاية كده. النقطة الثانية اللي عايز أكلمكم فيها هو الواقع اللي هو الأزمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا. وهنا يهمني أقول حاجة، أنا طبعا بتابع
يعني بيجي لي تقرير كل حاجة، وبشوف بنفسي حتى بعض التعليقات وبعض يعني مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس، مش بس شبابنا الحقيقة. وبعدين اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة. حالة القلق يا دكتور مصطفى ايه؟ متزايدة. وانا اشارككم ان انتوا تبقوا قلقانين، وده ظاهرة ايجابية، بس انا دوري على ان انا اطمنكم. انا اطمنكم، مصر حريصة انها تلعب دور ايجابي جدا، على الاقل في الفترة، انا عايز اقول عشان ما اكونش ظالم، خلال السنين اللي فاتت كلها حتى قبل انا ما اكون موجود، كل اللي كانوا موجودين في الدولة كانوا حريصين انهم يعملوا دور ايجابي في اطار فهم ان الاستقرار مهم جدا جدا لمنطقتنا ولدولتنا. فانا عايز اقول ان نفس الخط احنا ماشيين بيه، احنا حريصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا من اجل تحقيقه. وانا عايز اقول هنا يعني محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة امبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة. ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون ليه يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة. وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان، المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو إن إحنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي. مصر دولة قوية جدا لا تمس. مصر دولة قوية جدا لا تمس. فمهم قوي إن إحنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع إنهم يبقوا قلقانين. لا ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حافظ البلد ديت في 2011 و2013 هيحفظها دائما. ليه طيب هيحفظها دائما؟ لان احنا ابدا في سياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها سياسات لا غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح. كان مصلحتنا ان الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا. ده اللي احنا اشتغلنا عليه. وما افتكرش في سنن الوجود اللي احنا موجودين فيه ان يبقى في قيم زي كده بيتم التعامل معها واصحابها يتم يعني ايذائهم او يعني القضاء عليهم او تدميرهم او اي حاجه. لا، وعلى كل حال الدوله المصريه بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قدرة على أن هي تحمي بلدها تماما، تحمي بلدها تماما. فما تقلقوش، شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم وعيشوا حياتكم، وإن شاء الله إحنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نخفف ونهدئ من حالة يعني الاقتتال اللي موجودة في القطاع، وبنبذل جهد عشان المساعدات الإنسانية كلها تخش. وهنا لازم يعني أسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بإرسال مساهمات ومساعدات إنسانية. وبرضو مهم قوي إن احنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. احنا بنتكلم في 2.3 مليون، النهارده احنا بنتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضه بقى اشتد جدا في الميه والوقود والمواد الغذائيه والمواد الطبيه والكهرباء كمان. فالاحتياج ضخم جدا، وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده ب 20 شاحنه،
أو 60 شاحنة أو 100 شاحنة، لا، هو أي حجم من الشاحنات اللي ممكن يدخلها للقطاع أمره في منتهى الأهمية دلوقتي. يتبقى أن احنا بنبذل جهد أيضاً، أنا بقول بس للجميع يعني، أن احنا حريصين أيضاً على أن احنا بقى لنا دور إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن اللي موجودين في القطاع، وبنبذل جهد، بس مش كل حاجة بيتم الحديث عنها، يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها. مرة تانية أنا بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبطمنكم بالله سبحانه وتعالى، بالله محدش يقدر، محدش يقدر. يعني نشتغل، خلونا نشتغل ونبني ونعمر. شكرا جزيلا.